بالأمس بعد الحلقة قرأت كلمات بسيطة للمرحوم الدكتور فرج فودة، وكنت قد قرأتها منذ سنوات، لكن ذكرني أحد الأصدقاء، عندما قرأت هذه الكلمات لم أتمالك نفسي ولم أستطيع أن أسيطر على دموعي. الدكتور فرج فودة في كتاب من كتبه كتب إهداء، أهدى هذا الكتاب لمن؟ كل واحد بيعمل فينا كتاب، أو من الكتاب الكبار أو الصغار أو غيره، بيعمل إهداء إلى أمي، إلى والدي، إلى ابني، إلى أسرتي، إلى بلدي، إلى جيشي. كل واحد بيعمل إهداء كما يتسنى له أو كما يروق له. لكن الدكتور فرج فودة كتب إهداء مؤلم لمن؟ استمعوا إلى هذه الكلمات. إهداء إلى زملاء ولدي الصغير أحمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقا لمقولة آبائهم عني إليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون أنني دافعت عنهم وعن مستقبلهم وأن ما فعلوه كان أقصى علي من رصاص جيل آبائهم. الدكتور فرج فودة متحدثا ومهديا كتابه إلى زملاء ابنه أحمد، اللي ابنه كان عامل عيد ميلاد وعزمهم مرضوش ييجوا عيد ميلاده، قالوا له أنه أبوك وحش لأنه أبائنا قالوا لنا أن أبوك كافر فمرضوش ييجوا، فأهداهم الكتاب الدكتور فرج فودة إلى زملاء ابني الصغير أحمد الذين رفضوا حضور عيد احتفال بعيد ميلاده تصديقا لما قاله آبائهم عني، بيكلم الدكتور، إليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون أنني دافعت عنهم وعن مستقبلهم وأن ما فعلوه كان أقصى علي من رصاص جيل آبائهم. أنا بقول لقد كبروا يا دكتور وأدركوا، لكن لم يسعفنا الوقت ولم يسعفنا مساحة الوعي أن ننقل للناس. في من سنوات عدت 20 سنة كتب هذا الرجل هذا الكلام، قال يمكن لما يكبروا يقروا يدركوا يعرفوا أنه كنت بعمل لمصلحتهم.